تقدري تقولي لي ايه ده؟ زي ما انت شايف. تعالي هنا تسيب الزفت ده. بتاعك الحبوب دي من امتى؟ انا حر اعمل اللي انا عايزاه. لما جوزك يكلمك تعرفي ترد عليه ازاي؟ تعالي هنا مش هسيبك الا لما تردي. ردي دماغك ما تروحش لبعيد. انا لسه واخدها من شهرين ثلاثه. قبل كده ما كنتش باخدها وما حصلش حمل. وايه اللي خلاكي تاخديهم؟ وليه ما قلتليش؟ لما مشاكلنا كترت خفت نجيب عيال نعذبهم معانا. قد كده شايفه حياتك معايا عذاب؟ يعني انت اللي شايفها جنه؟ لا مش شايفها جنه، بس كمان مش شايفها جحيم لدرجه انك تكرهي تجيبي مني عيال. بتحرميني اكون اب يا فريده؟ ما انا كمان بحرم نفسي اكون ام. انا عارف انك انانيه، بس ما كنتش متصور ابدا انك انانيه للدرجه دي. انت اللي اناني. في عيال لما تتغير وترديني عشان اعيش اسعد. انت عمرك ما هتكوني سعيده، لانك عمرك ما عرفتي ايه هو الرضا. وتضيع ادهم من ايديك. بقول لك ضربني، دي اول مره حد يمد ايده عليا. تستاهلي اكتر من كده، انت اللي غلطانه. انا مش فاهمه ايه العقل والحكمه اللي نزلوا عليكي فجاه دي. الوجع بيعلم يا فريد. لو كنتي حسيتي الوجع اللي انا عايشه بيه كنت هتعرفي ان اللي انت فيه ده اسمه بطر. بطر اللي انت فيه هو اللي دلع. ايه يعني لما راجل يطلع ندل معاكي المفروض تنسيه وانت اللي كسبانه؟ انسى 7 سنين ضيعتهم من عمري هدر؟ ما هو عشان العمر ما فيهوش كام 7 سنين لازم تفكري بشكل تاني. عايزاني افكر ازاي؟ افكر في جسمي اللي قاعد يستعمله طول السنين دي؟ ولا افكر في تعبي وشقايا وفلوسي اللي ضيعتهم عليه؟ فلوسك؟ انت كنت بتصرفي على ابراهيم؟ مش بالظبط، كنت بساعده من غير ما يعرف. ازاي يعني؟ يعني الشقه اللي هو ساكن فيها مثلا انا مفهمه ان انا واخدها لقطه من واحد قريب ب 300 جنيه في الشهر. وانا فعلا واخدها من واحد قريب بس ب 1200. وكل شهر من غير ما ابراهيم يعرف انا اللي بدفع فرق الايجار. كل ده ليه يا مريم؟ عشان ايه؟ ويا ريته حاجه، في الاخر بيذلني. بيذلك؟ بيذلك بايه؟ قبل ابراهيم كان عندي علاقه في حياتي، حكيت له كل حاجه بصراحه. قد ايه كان مقدر ان انا قلت له لوحدي وكان ممكن ما يعرفش اصلا. وقال انا ماليش دعوه باي حاجه انت عملتيها قبل ما اعرفك، المهم من ساعه ما عرفتك. ورجع بعد كده يذلني، قال ايه مش قادر ينسى. أقول ابراهيم يعمل كده؟ وبرضه مش قادره اعيش من غيره. ليه الياس ده؟ ابراهيم مش اخر رجاله الدنيا. تعملي ايه الواحده مش شايفه حد غيره؟ الدرجه دي؟ انا كلمت ابراهيم في التليفون النهارده، كنت عايزه اتكلم معاه شويه. قال لي انك هتقابله بالليل في البلياردو. اه في حاجه؟ ممكن اجي معاك؟ لا. ليه؟ عشان مش طايقك. ادهم ارجوك، ده ملوش علاقه بخناقتنا. عايزه تسمي الجريمه اللي انت عملتيها دي مجرد خناقه؟ ادهم انا شرحت لك وجهه نظري وممكن اكون غلطانه، ومع ذلك قلت لك انت لو عايز عيال انا مستعد. لو ما كنتيش عايز عيال واكتر مني انا مش عايز. طيب يا سيدي انا عايزه، ممكن بقى تخليني اشوف ابراهيم؟ هو ده كل اللي همك؟ ارجوك يا ادهم. عايزه اتكلميه في موضوع مريم. قضيتك خسرانه، ابراهيم مش غلطان في حاجه، مريم هي اللي فرطت في نفسها. ادهم لو سمحت انا عارفه رايك ومش محتاجه اسمعه، دي صاحبتي مش هغير رأيي فيها. براحتك. من فضلك يا أدهم أرجوك، مريم تعبانة قوي. مريم عاملة إيه؟ معرفش عنها حاجة. يا أخي اسأل عليها بقى، ما تبقاش نادل. نفسي تنساني خالص وتشوف حياتها. بتهيألك مريم مش هتعرف تنساك بالسهولة. والله أنا عملت اللي عليا. وإيه هو اللي أنت عملته؟ إنك دبحتها؟ أنا ما دبحتش حد. العلاقة دي من أولها بدأت واستمرت بالابتزاز. ابتزاز؟ أيوة كانت بتبتز عواطفي. واحدة الدنيا بترقص حواليها لما بتسمها. الدنيا بتظلم لو اختفيت عنها. كانت بتصعب عليا. يعني عمرك ما حبيتها؟ ما انكرش أحيانا كنت بحس إني بحبها. بس اكتشفت إن كل ده كان عاطف. ولما هي الحكاية كده ليه خليتها تتعلق بيك بالشكل ده؟ وليه قبلت على نفسك إنها تساعدك كل المساعدات دي في شغلك وفي بيتك على أساس إن أنتوا هتتجوزوا؟ يعني كل اللي عملته لي مريم بقى كان رسم على تقيل. هي وصلت تخلي الحكايه بالقذاره دي؟ ارجوك يا فريده انا واخد قرار نهائي ومش هتراجع عنه. وانت اكتر واحده عارفه ان قلبي عمره ما كان مع مريم. قول لي اخبار البنت النصابه ايه؟ قول لنا السيره دي بقى حق ابوك، خلينا مبسوطين احسن. مالها السيره دي؟ وجعاك قوي؟
يا ابني ربنا بيسلط ناس عشان تاخد حقوق ناس. يا ما ضربت بنات على قفاهم، جالك يوم بنت تديك على قفاك؟ مش ده اللي تعبني يا ابني. امال ايه اللي تعبك؟ ولا حاجه. انا مش جاي اتحايل عليك مريم، الف واحد يتمناها وانت الخسران يا ابراهيم، وربنا ما بيرضاش بالظلم، وبكره فكرك لما ربنا يخلصه منك. فريده، فريده، وعلى فكره شقتك ايجارها 1200 جنيه. اما انت غريب يا ابراهيم، ايه يعني لما يبقى ليها علاقه قبليك؟ احنا مختلفين يا هاني، انت تربيت بشكل وانا تربيت بشكل. شكل ايه؟ انت شايفني متربي في قصر بشوات؟ ما انا ابويا زيه زي ابوك. بس موظف تقيل، وكيل وزاره، غير موظف غلبان في الشهر العقاري. وايه دخل ده انك تسيب بنت بتبوس التراب اللي بتمشي عليه؟ دخل ان البهوات الاغنياء هم اللي بياخدوا القشطه، واللي زيها لازم ينضرب بالجزمه ويلم وراهم اللي يقع منهم. يعني لو كانت مريم عملت العلاقه دي مع حد فقير كنت قدرت تسامحها؟ ايه يا هاني الهجوم الغريب ده؟ انت تقدر تقبل ده؟ ابراهيم ما يقدرش. ما انا قدامك اهو، المفروض اني مش فقير، بس انا ما اقدرش اقبل ده على مراتي. الحكايه مش حكايه غنى وفقر، المساله مساله مبادئ. مبادئ؟ ايه المبادئ انك تدي نفسك الحق انك تعرف 30 بنت في حياتك وتفضل شريف ويقولوا شقاوه شباب؟ ولو البنت عملت علاقه واحده في حياتها تبقى صايعه، وما ينفعش تنول الشرف ان هي تبقى مراتك. تقدر تقول لي لو انا وانت واكيد غيرنا كتير عملوا في حياتهم كل العلاقات دي، اجيب لك منين انا بقى البنت اللي محدش لمسها قبليك؟ المبادئ ما بتتجزقش، واللي فيكم ما بيغلطش يروح يعاقب مريم. الغلط صفه بشريه، ده اللي علمته لنا يا دكتور ادهم. والمغفره صفه الهيه يا فنان.